اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم ايجيبشن جيمرز وولد، وحلقه جديده من لعبه ويست لاند سرفايفر، وحلقه جديده من مزارع المتابعين. يا ريت كده قبل ما ابتدي الفيديو اي حد مش دايس على زرار السبسكرايب ومش متابع القناه عندنا ومش مشغل الجرس يشغلهم عشان ان شاء الله يشوف الفيديوهات الجديده بتاعتنا. هنشوف كده في الاول هجوم على الحساب الكبير بتاعي، بما ان انا كده كده ناوي اغير الارض بتاعه. انا واخد طبعا سكوفيلد اللي معايا ده مستوى 5، ده اقوى مسدس معايا، ويمكن هو ده اللي انا بستخدمه في الدفاع دايما عن البيت بتاعي. هنبتدي نشوف الدفاع. انا كده كده كنت عايز اغير القاعده نفسها والمزرعه نفسها، غير فيها كتير، فناس كتير كانت طلبت ان هي تشوفها، فقلت خلاص يعني نعرض الدفاع بتاعها ونبص عليها بصة كده قبل ما تختفي او قبل ما تتغير. بنخش، انا عامل دايرة كبيرة كده حوالين، او مربع كبير حوالين البيت. تمام، طبعا المسدس قوي جدا، بيضرب يعني طلقة او طلقتين بيقتل اي حد قدامي، وهم هاديين، او انا مش عارف هم هاديين كده ليه. المهم ان احنا قدرنا نوصل، دمروا 2 وتد حديدي و2 من السيج الشائك و10 من اكياس الرمل، ودمروا جدار بازلت واحد وباب بازلت واحد بس. بيتهيألي كده ممكن نلاقي بقى معاهم ديناميت. هنحاول كده نبص على الناس نفسهم معاهم ايه. برضو انتوا عايزكم تعرضوا لي لما حد يعرض دفاع كده، نبقى نعرض نشوف الناس معاها ايه. ده معهوش اي حاجة اصلا، ما خدوش اي حاجة. لسه ما شفناش. ادي هو واحد ديناميت، وده المفروض ده اللي معاه الخريطه اهو. طبعا معانا كميه خرائط كبيره، طبعا الحاجات اللي احنا ما بنحتاجهاش دلوقتي دي هنحذفها. استفدنا برضو بواحد ديناميت كويس، فبيبقى كويس ان احنا نقدر نعوض كميه الديناميت اللي معانا. يمكن كسروا اغلب الحاجات اللي متكسره بره، يمكن هم دول اللي كسروهم بس، فيعني يعتبر مكسروش حاجات كتير. خلينا كده نبص بص على البيت بقى وهو متكسر كده، ولكن معلش خلينا نبص عليه. هو زي ما انتم شايفين كده، الهندي الحته اللي هم دخلوا منها، يمكن اغلب الهجوم كان من هنا. زي ما انتم شايفين كده في 3 حوائط، احط 3 حوائط قبل ما يوصل لاي حاجه من جوه. يعني ادي 1، ادي 2، وادي 3 اهو قبل ما يوصل لجوه. فطبعا بيستهلكوا كتير، حتى لو حد بدأ هجوم من اللاعبين نفسهم هيبقى صعب انه يخش جوه، هيحتاج ديناميت كتير. نفس القصة هنا برضو، ال3 حيطان برضو حاطين 3 حيطان، غير طبعا التكسير اللي هيكسره بره. ولكن ادي الحيطة الاولانية، بعد كده هيخش على الحيطة التانية، هيلاقي حبة ورش وحبة حاجات، وبعد كده يخش للحيطة التالتة. المربع المستطيل اللي انا عامله في النص ده هو نفس هنا برضو من تحت نفس القصة، 1 2 3، بعد كده يخش يلاقي كمان 1 رابع. يمكن دي من اكتر الاماكن اللي متأمنة. من الجنب ده برضو هنا 1 2، وبعد كده في حبة ورش، وبعد كده المستطيل اللي في النص ده هو ده اللي فيه الغنائم كلها، يعني هو ده اللي فيه كل الحاجات. من تحت طبعا هنا هيبقى صعب الدخول، لانه اصلا كده كده يمكن دي اقوى حيطه عندي انا، لان ده عامله ده باب الشقه، عامله باب، قصدي المكان باب اللي ده الباب الوحيد اللي انا اقدر اخش منه، لان انا قافل جميع النواحي بالاكياس الرمل وبالاوتاد والحاجات دي، بحيث ان انا ما اقدرش اخش غير من هنا. يمكن انا كده الواحد بيخش من جنب الباب اللي تحت ده فاقدر اخش. ناخد بالنا الحته اللي في النص اهي، ادي الورش. تمام، عفوا، دي المخازن اللي احنا بنبص عليها، دي المخازن اهي كلها في النص، وفي كمان الخزنه بتاعتي وال 12 صندوق بتوعنا. يمكن دي في هنا الوقود بتاع الحلي وبتاع الذهب والحاجات دي، دول يمكن اللي ممكن تعالوا ننقلهم جوه كمان. احنا طبعا عندنا اماكن جوه نقدر ننقلهم بحيث ان هم يبقوا متأمنين. يبقى انا كده كده مدخل كل الحاجات جوه. طبعا زمان انا شغال على الفيديو اللي انا قلت لكم هنجيب الحاجات اللي كانت موجوده في اللعبه زمان. اللعبه يمكن زمان كانت المخازن دي بتاخد مساحه اكبر من كده، عشان كده الموضوع كان صعب ان احنا نحطهم كلهم جوه. بتهيألي كده خلاص كده احنا الحاجه نفسها كل المخازن بقت جوه، وكده يعتبر احنا مأمنين كل الحاجات بتاعتنا بأسوار و برضو عوائق من بره، فنقدر ده كده البيت نفسه. وهنشوف بقى التغيير الجديد بتاعه اللي احنا هنعمله ان شاء الله، ممكن نشوفه في الحلقة الجاية ان شاء الله.
نخش على اللي بعد كده، دفاع من ريناد. طبعا ريناد زي ما يعني كلكم بقيتوا عارفين ان ريناد خلاص متواجد معانا يمكن في كل الفيديوهات، على طول بيبعت دفاعات وبيبعت التعديلات اللي بيعملها على البيت. هو يمكن دلوقتي بيقوي في البيت بتاعه خلاص، يمكن قرب ان هو يخلصه. فبعت لنا النهارده دفاع كده واحد برضو صغير، نشوف كده هل هيقدر يدافع بسرعة عن البيت ولا لأ. هو ابتدى التصوير وهو في النص، كان مستنيهم، قاعد مستنيهم، وهو فعلا أول ما خرج لقاهم في وشه فابتدى يضرب عليهم على طول. يمكن بيتهيألي مش هيقدروا يخشوا. لأ، دخلوا وكسروا حبة حاجات، ولكن ايه برضو هو يعني لحقهم، يعتبر ده آخر واحد اهو. حاجات يمكن اللي اتكسرت حاجات قليلة جدا، وابتدى ياخد الحاجات اللي معاهم. طبعا هو عامل مأمن برضو البيت عنده بأكتر من سور زي ما انتوا شايفين كده، أكتر من حائط قبل ما الناس تخش على جوه كده. ده الدفاع بتاع عناد. نخش بقى على القاعدة اللي بعد كده أو المزرعة اللي بعد كده لعبد الرحمن صديقنا، ونشوف كده المزرعة بتاعته من بره اهو. دي هنا العربة المكسورة، وزي ما انتوا شايفين كده حاطط كيس رمل كتير حوالين الجناب، مأمن برضو بيها ان هما يخشوا يبتدوا يكسروا فيها قبل ما يبتدوا يخشوا يكسروا في الحاجة اللي جوه. وزي ما انتوا شايفين كده برضو مقسم مربعات، والمربعات حاطط فيها عوائق، ولكن العوائق بص لجوه. هو يستحسن العوائق تبص لبره، بحيث ان هي لو هيخشوا برضو تأثر عليهم، تبقى بتضرب فيهم مش بتضرب لجوه، مش بص لجوه. فدي برضو معلومة لعبد الرحمن، يبقى يقلب العوائق يخليها لبره، ولكن برضو مأمن الدنيا كويس، حاجات متأمنة بأسوار كتير. الورش يمكن هي اللي بره دي، المخازن والحاجات في القلب زي ما احنا شايفين، وهو ده المطلوب. عامل مربعات كتير، الخريطة بتاعت المربعات الكتير دي رخمة في ان انت حتى الواحد يخش يكسرها. العوائق زي ما احنا شايفين كده، هو حاطط واحد واحد، ولكن اهم حاجة ان هم يبقوا باصين لبره. هو يمكن عامل حاجات بالجنب، محتاج يصلح شنطته اهو، الشنطة اتأثرت. هنا دي الحاجات اللي عنده، الورش اهو برضو مقفل عليها، الخشب، وده هنا بتاع الحلي، عنده برضو حاجات كتير، الوقود، وبقية المخازن برضو هنا، حتى حاطط الورش هي اللي بره، المخازن كلها من جوه، وده شيء تمام صح. وادي هنا دي الصناديق نفسها، الصناديق برضو مقفل عليها بجميع الحوائط عشان برضو الموضوع يبقى صعب الدخول ليها. في الصناديق، في بقية المخازن الناحية التانية، والصناديق برضو هنا مقسم الصناديق كويس، مقسم ستة وستة، ومقسم المخازن في النص، فده برضو تقسيم كويس للحاجة نفسها. اللي بره اهو على الورش حتى مقفل عليها، يعني هو الورش هو يقدر بيخش عليها من بره، ولكن الورش نفسها متقفل عليها. في هنا صندوق اهو، صندوق صغير، وفي الناحية التانية اهو صندوق برضو، ده صندوق صغير نقله بره عشان يقدر يخش عليه، لان هو كان محطوط في حتة ميتة. فكده يقدر بيرجعه تاني اهو، رجعه تاني مكانه ماشي، هو حطه في حتة ميتة، ولكن هو محتفظ بيه كده، يبقى يطلعه بره يحط فيه حاجة ويرجعه تاني. وادي كده القاعدة بتاعت عبد الرحمن بلاش صديقنا وصديق القناة عندنا. نخش بقى على القاعدة اللي بعد كده، صديقنا الأخضر الجزائري، صديقنا وأول مرة يبعت لنا. وخلينا بقى نخش نشوف كده القاعدة بتاعته شكلها عامل ازاي. ادي هنا ده مجفف الجلود، حاطط هو الحاجات نفسها بره. وادي هنا لوحة السعي، الحاجة نفسها يمكن التصوير مش واضح قوي، ولكن يعني خلينا كده مكملين. جدول ادوات الصغير تمام. يمكن برضو هو عامل التقسيمة، هو ماشي برضو بالشعلة حركة حلوة عشان يبقى منور لنا كده، لان هو بيصور في بالليل في اللعبة، مش بالليل بجد يعني، بالليل في اللعبة. ادي اهو كده برضو الورش حاططها على جنب، يمكن عامل لها مربع هنا كبير اهو، محطوط الورش. وهنا ده المخزن بتاع الوقود او اللي بيتحط فيه الفحم. هنا دي الحجارة، قطع الحجارة، وده كده تفكيك بتاع البدلاء.
الناحية التانية برضو نفس القصة، حاطط برضو هنا المعمل اهو، ابتدى يعمل كحول. طبعا الكحول مهم جدا في تصنيع المراهم، يمكن قدام شوية لما الناس بتتطور بيبقى المراهم هي الفعالة اكتر اكتر من الحاجات اللي بتتعمل من على طاولة الاعشاب. دي ورشة الاسلحة اهو، وعنده كمية اسلحة كويسة، ونشستر 4 وليمات وبفلو وصانع السلام واس ان دبليو 2. اس ان دبليو 2 ده من الاسلحه اللي بحبها جدا جوه اللعبه. هنا ده برضو المنسج، هنا ده دي طاوله النجاره، لسه ما فتحش يمكن الاركس، لسه ما وصلش مستوى 5. وادي هنا ورشه التصليح مستوى 3، وشايفين كده الزرع، وواضح انه الحس الفني برضو عنده عامل شغل. فحاطط كده زرع على الارض، وحاطط ورد، في كميه برضو ديناميت كتير، برافو، عنده كمية ديناميت كتير يقدر يستخدمهم. عنده هنا برضو في لوح، في وحدة من الأطران، هنا دي بقية الصناديق، وفي شوية من المخازن موجودين. ده هنا أهو الورشة بتاعت، عفوا، المخزن بتاع الدروع. برضو عنده شنط يمكن المفروض يفككها، لو الشنط دي لو ما بيستخدمهاش يفككها أحسن، يستخدم الموارد اللي فيها. دي بوك فلاين طبعا، وريمنتون، والسيف، السيف ده برضو من الاسلحه السريعه القويه. ونبص كده برضو حامل مكان كده يقعد فيه، حاطط هنا دي بقيه السلاح، يمكن الاسلحه اللي موجوده عنده. هو كل مربع كده عامله، حاطط فيه ترابيزه وحاجات عشان ايه، عاملها كانها بيت بجد. انا والله نفسي اعمل كده، فلسه يعني لسه هنغير، لما اشوف هغير هعمل زيه كده ولا لا، هعرف اعمل زيه ولا لا، لسه الواحد مش عارف. ده هنا برضو بقيه الصناديق وبقيه المخازن. هنا ده بتاع المعادن اهو، كميه مسامير كويسه. في هنا برضو صندوق متوسط، طبعا باين من على الخريطه مش باين من الحيطه. ده القماش اهو، المخزن بتاع القماش، وبرضو الحبال اللي موجودة فيه. تمام كده، هنا برضو بقيت الصناديق. الحاجات دي طبعا عايز تصلح. نخش بقى كده الناحية التانية، ده كده هنا بتاع الحمام الزاجل، وبعد كده هنا بقى الورش، الورش هي اللي بره. ده لسه كده، دي الحدادة تمام، والحاجات اللي بتعملها الفريسروي. وهنا ده المطبخ، المطبخ مش بتطوره، مستخدموش قوي ولا ايه. ده طبعا هنا الغذاء، عنده برضو ابتدى يلاقي البن، وابتدى يلاقي الحاجات اللي هي الجديدة بتاعت التحالفات. هنا ده النيران، النيران يمكن اكتر حاجات اللي بتستخدم، عشان كمان بتعمل منها الفحم، بتعمل منها نحاس، بتعمل منها الفحم اللي بيفيد في حاجات كتير جدا. ده هنا الفولاذ، وهنا ده الصلب الخام، ده هنا المصهر. وادي هنا كده المكان بقى بتاع عامل زي كافيه كده، حاطط بقى يعني كميه حاجات كبيره. ناس يعني عاملين لنا عزومه، الله اقدر، عاملين لنا عزومه يا جماعه، عازمنا عنده، نقعد بقى كلنا، نقعد في الحته دي. وادي كده بنبص من بره اهو، واضح ان هو برده مأمن الدنيا، عامل اكتر من حائط، وحاطط عوائق جوه، سواء بقى السياج او اللي هي العتاد، العتاد ايه، لا لا انا اقصد السلك الشائك، السلك الشائك، معلش انا اقصد دي الموانع اللي موجوده، يمكن لسه مخلصها، والعربيه، المقاليد طبعا. يتفرج كده على حلقه المقاليد اللي احنا عاملينها، اكيد هتفيده، اكيد هتنفعه، بيقدر يوصل منها ان هو يجيب المقاليد بتاعت العربيه. ونكمل كده لف حوالين البيت اهو. الفكره ان هو برضو حاطط مستويات، يعني عامل اكتر من مستوى للحوائط اللي موجودة. ونبص كده على نظرة من فوق كده للمكان، تمام، او كده بيزود الحوائط والحاجات اللي موجودة عنده. وكده نلف برضو لفة على الحتة اللي بره، في صندوق كده محطوط بره، نلف برضو بيورينا ازاي يقدر يخش للبيت من اي اتجاه. وكده دي القاعدة أو المزرعة بتاعة الأخضر، صديقنا من الجزائر.
ومش هننهي بيه بقى، لا احنا هننهي بدفاع ليه عن هذه المزرعة. هنخش عليها دلوقتي، هنبتدي كده خلاص احنا اتفرجنا على المزرعة، فنخش بقى على دفاع نفسه ليه برضو الأخضر عن المزرعة بتاعته. نبص كده بصة عن ازاي هيقدر يدافع، نفس المزرعة اللي احنا كنا فيها، بنفس اللي احنا كنا بنتفرج عليها، يمكن كمان في الواضحة يمكن اكتر عشان النور، احنا يمكن كنا بنتفرج عليها في الضلمة شوية، الدنيا كانت مظلمة شوية. وادي اهو، ناخد بالنا، ياخد باله كده من العلاج على طول، خد الدهان، وطبعا هو بيتحرك عشان الطلقة تيجي فيهم هما الاتنين، ده الصح كده، هو الراجل فاهم هو بيعمل ايه، هو كده بيتحرك من ناحيتين عشان يقدر يخش ياخد الطلقة نفسها تضرب في الاتنين. وادي اهو حاول ياخد ده وده، حاول يجريهم وراه، وادي اهو بيضرب ده كده قبل الاخير، وده كده الاخير، ويمكن كسر حبة حاجات، ولكن يعني ما دخلوش برضو جوه، كسروا الحوائط اللي بره. طبعا الحوائط لسه مستوى واحد اللي هي القش دي، هيحتاج طبعا محتاجة مجهود عشان تتطور، وهي دي الفكرة في اللعبة، ان هي اللعبة مش سهلة في موضوع تطوير البيت، فبياخد وقت موضوع تطوير البيت، فالناس ما تستعجلش وتحس ان هي لازم توصل لأعلى مستوى. ده كده كان الدفاع الأخير معانا النهاردة، والفيديو للمتابعين، ونهينا كده الفيديو، وبنفكركم إن أي حد مش عامل سبسكرايب أو متابع للقناة عندنا يدوس على زرار السبسكرايب، وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيله تنبيه كده عن الفيديوهات الجديدة اللي احنا ننزلها، واستنونا في حلقة جديدة من المتابعين إن شاء الله، بعتولنا الفيديوهات بتاعتكم وقناتكم ايجيبشن جيمرز وورلد.